لكل أمة من الأمم سلمها الموسيقي الخاص الذي يختلف تركيبه باختلاف ذوق هذه الأمة وعاداتها ولغتها وميولها، كما يختلف ويتطور باختلاف المدنيات والعصور. لم يكن الإنسان الأول يعرف من الآلات الموسيقية إلا ما ينبعث منه ضجيج ودوي يستخدمها للوقاية من الظواهر الطبيعية لمطاردة الشر واستعجال الخير. وأقدم تلك الآلات الإيقاعية أعضاء جسم الإنسان، فقد استخدمها في التصفيق والدق. وهكذا تبين للإنسان أن باليدين والرجلين يمكن إحداث أصوات متوافقة، فسخرها في ضبط الإيقاع وتقويته بطريقة تلقائية. ثم ارتقى إلى محاكاة أعضاء جسمه، فصنع الأيدي المصفقة والأرجل المصفقة والمقارع، وضرب على الأرض بعصا وقصبة، ثم تقدم مع الزمن وتطور في صناعة الآلات الإيقاعية، فصنع الطبول والدفوف ثم الصنوج المعدنية ذات الأنواع المختلفة. إيقاعات برنامج أسبوعي يأخذنا في كل حلقة من حلقاته، ومن خلال استعراض إحدى آلات الإيقاع المستخدمة في مختلف فنوننا الغنائية الشعبية في رحلة فنية نأمل أن تستمتعوا بها. في هذه الحلقة من برنامج إيقاعات نرحل مع بعض ومع الآلة الإيقاعية الشعبية المشهورة المرواس.
يتفق أكثر الباحثين في نظرتهم إلى أغنية الصوت باعتبارها أغنية الخليج النموذجية التي تعكس ثقافته الوطنية ولونه المحلي، بحيث ذهب بعضهم إلى موازاة الصوت في الخليج بالدور في مصر والموشح في أقطار عربية أخرى. ويشاع أن علي بنت المهدي هي التي وضعت الهيكل الموسيقي لأغنية الصوت بنبرات صوتها. إن إيقاعات الصوت السداسي منها والرباعي هي في الواقع ذات جذور تراثية، فهي نفسها إيقاعات أنواع من الهزج العربي القديم. ومن المعروف إن أبا الفرج الأصفهاني استخدم كلمة صوت بدلاً عن قصيدة أو أغنية في كتابه الشهير الأغاني. لقد عرف العرب القدماء المراويس وأشاروا إلى عملية النقر عليها باليدين لا بيد واحدة، وهذا ما أشار إليه إبراهيم بن المهدي عندما ذكر هذه الآلة بقوله: هو من الآلات التي لا يجوز أن تبلغ نهايتها، لأن عمل اليدين فيه عمل واحد، ولا بد أن يلحق اليسار فيه نقص اليمين. وهذه الصفة ما هي إلا عبارة عن الضرب المتكامل لاستقامة الوزن الناتج عما يسمى بالضغط العالي الدم. أما النقص في اليسار فهو عبارة عما يقابل الضغط المرفوع التك. اعتمد الصوت على آلات موسيقية وإيقاعية محددة، أولها العود والإيقاع. ويقول الأستاذ مبارك العماري في كتابه محمد بن فارس أشهر من غنى الصوت في الخليج، إن الصوت لا يجوز أن يؤدى إلا بالعود وبالطبع بمصاحبة المرواس.
ويضيف العماري بأنه بعد عودة عبد الله الفرج إلى الكويت من الهند عام 1270 هجرية، استطاع أن يخط للصوت الذي كان متداولا في الخليج وفي البحرين والكويت بالذات طابعا خاصا، مما جاز أن يطلق عليه فيما بعد الصوت الكويتي تمييزا له عن الصوت الأصلي الذي ظل على أصله المتداول في البحرين ويسمى الصوت البحريني حتى مجيء محمد بن فارس. عندي على ذا جهود دمعي ولو عدفوعادي في كل يوم على عندي على ذا سيدي حني في على أزرع على الله جيدا وهو ملتفتا وأخشى على الغاف قدا وهو معتدل يدنو فيا أيوة. إن أشهر الإيقاعات المستخدمة في الصوت البحريني هي العربية أو العربي واليماني والمروبع. العربي أو العربية أو الصوت السداسي هو إيقاع طويل يتناسب مع الشعر العربي الفصيح، ولعل هذا يكون السبب في تسمية الأصوات السداسية الإيقاع بالأصوات العربية.
لم تتوقف مسيرة المرواس في حياة الطرب الشعبي البحريني، فهو في صحبة العود دائماً، ويقال أنه كان يستعمل نوع من المرواس في الماضي غير هذا الذي يستعمل الآن، وهذا المرواس أحضرت بعض خامات صناعته من الهند. أما الإيقاع المعروف بالياماني فميزانه 4x4، ويعرف بالصوت الرباعي، ويقول الأستاذ انطوان مطر إن الإيقاع الرباعي في الصوت الخليجي بسط على الإيقاع السداسي الصعب الغناء، وأصبح إيقاعاً رباعياً خاضعاً للسنكوبات. وأكثر الشعر المغنى على الإيقاع الرباعي من الشعر العامي الشهير بالحميني، ويعرف أيضا بالمروبع والشامي والصنعاني والشحري. حبيب القلب حيابك سبحان اللي تجي.
هناك أسماء ارتبطت بفن لعبي على المرواس، وهناك علاقة بين البحر وأغانيه والمرواس، وهنا حديث عن المرواس مع الفنان الأستاذ أحمد الفردان. من المعروف أن المرواس يستخدم في فن الصوت. أغاني البحر ممكن يستخدم فيه المرواس؟ يستخدموا أغاني في أغاني البحر في الفجري أكثر شيء يستعمل، لأن مو في اللي في البحر ذاك ما استخدموا في المرواس، بس إلا في الفجري استخدموا فيه، استخدموا في الحدادي المخول في الحساوي وفي البحري والعدسان، لأن البحري والعدسان عادة ينقال على العدة، لكن ساعات يطقون بحال ويستعملون ويا المراويس بعد. يعني هاي فنون البحر استعملت في الفجري أكثر شيء المرواس. زين، أشهر من عزفوا على المرواس في البحرين؟ والله أشهر ناس اللي يعني في الخليج على مستوى الخليج عرفوهم من البحرين هو المرحوم سرور، راشد سند، ولد سعد. ولد سعد هذا طبعا جيل كامل عاش معه وما زال موجود الشخص هذا، يعني من اشهر اللي عزفوا المرواس. وحاليا عندنا في وقتنا الحالي والله في شباب، يعني في حوالي مجموعه زينه مثل سالم بن عبد الله، مثل عيال بن حربان، مثل عندنا واحد قال لي عبد الله الدوادي، في واحد من عيال المطار. هذا لين يعني في رأيي هم الأحسن ناس. هل اعتمد الصوت على المرواس؟ والله هناك في آلات ثانية. لا، بس في الصوت في منطقة في البحرين الرفاع طبعا معروف. أنا شفت أدخل على الصوت درينكا، فطبعا يعني ليلتين ثلاث قعدت أشوفها ليش درينكا واحدة هي، يمكن يكونون 10 مراويس ساعاتنا، فكانت تاخذ رتم يعني غريب الحقيقه. ليش استعملت ما ادري، بس هالمنطقه في الخليج كله اللي هي الرفاع الشرقي بالتحديد، فهي تعطي مثلا الايقاع اي ثلاث دمات والتك واحد، فلم إذا أنت برع مثلا تسمعينهم يعزفون داخل تقولين هذه آلة شيء ضابطة ذلين المراويز. يا حسين البال ما جاز ليش تشكي عند مال لا ينفعك I'm
نصحت لا تبيعها صرتها حكية. كم نصحت لا تبيعها صرتها حكية. أنا باه أحتن بيننا يا خل يا خل يا خل إدرا عشوه للبحرين. المروبع هو النوع الثالث من الإيقاعات المشهورة في البحرين، وهو قريب من اليماني. ويقول السيد مبارك بن سعد بلال: أشهر عازف المرواس في البحرين والخليج، وممن لزموا الإيقاع للفنان الكبير محمد بن فارس، بأن هذا النوع من الإيقاع جاءت تسميته من إحدى حركات الراقصين في فن الصوت أو الزفانين. الزفن هو ضرب من الحركة شبيه بالرقص، وهو من أصول الرقص العربي لغناء الصوت. Thank you.
بعض الفرق الغنائية النسائية الشعبية العديد قمنا بغناء الصوت دون استخدام المرواس، واستخدموا بدلاً عن الطبول والطارات. ومن الفنانات اللواتي أجدنا غناء أصوات محمد بن فارس وسوا عيدان السهالوة وفاطمة محمد حسين وسارة مرزوق. كما أن فن الصوت ما زال يعني الشيء الكثير للإنسان في البحرين، فهو يشكل جزءا من وجدانه، وما زالت أغنية الصوت تثير مشاعره. وبهذا نكون أعزائنا قد عشنا مع آلة من آلات الإيقاع المستخدمة في فنوننا الغنائية الشعبية، حتى نلتقي في حلقة أخرى ومع آلة أخرى. نقول لكم إلى اللقاء.